كلمة وعليها الكلام. صباح الخير. في أكثر الأوقات والمناسبات نحكي على الأم، على حنينة الأم، على عطائها، محبتها، وقد ما نوصف ونحكي حد فينا ما ينجم يوفي قيمتها ولا مكانتها نجم نوصفوها في قلوبنا. فكرت وقلت علاش لا اليوم ما نحكيش على الشخص اللي هو ظهر وسند لكل حد. اليوم نحب نحكي على الأب. الأب اللي هو أول ما جيت على الدنيا سمع صوتك من كثر الفرحة بكى وقال الحمد لله يا ربي خلقت من بعدي ذرية. هو اللي أول مرة ضحكت فيها ضحك ضحكة هستيرية وفرح معاك فرحة جنونية. هو اللي أول خطوة خطيتها كان واقف وراك يدس فيك القدام وخايف عليك من كثرة الطياح ولا عثرة في الثنية. هو اللي كنت تلبس صباته تدعثر من كثر مساقك كانت أصغر من ساقه. هو اللي كنت تلبس مراياته وتحس بأنك أهم شخصية. هو اللي كنت تلبس مريوله وتحس بالوقار والهيبة. هو اللي كيف تطلب أي شيء بالوقت يتحقق ومعاش يولي أمنية. وبعد ما كبرت شوية ولا يساندك معاك يعاونك على طول الثنية بالنصيحة بالمال بالكلمة الموزونة اللي توسع لك خاطرك وتعاونك في كل محنة وكل تعب وكل فرحة فرحت بها. هو المثل الأعلى ليك وانت النور اللي يمشي بيه. هو أول بطل وأول حبيب. هو اللي ممكن يستنى في حاجة برك كلمة برك نحبك يتهنى بيها عليك. كان اخترنا إنه الأم تكون هي الدنيا، أنا نقولكم الأب هو مالك هذه الدنيا. والأمان من غير أب ما ينجم يكون كان حاجة وهمية. هز التليفون امشيله كانوا بحذاك احكيله ولا حتى كان فارق هذه الدنيا. قله من قلبك نحبك يا نور عينيا. كلمة وعليها الكلام.